السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، عدنا إليكم من جديد مع أخبار وجديد المحترفين المغاربة، وكما العادة كلشي غادي يكون بالمختصر المفيد، لذلك بدون أي مقدمات ندخلوا مباشرة في العام. والبداية كنحب نبداتكم مع الحارس المغربي ياسين بونو، واللي ما غاديش نبالغوا نقول بأنه البارح يمكن دار أفضل ماتش لهذا الموسم على نادي الهلال. صحيح في المجمل بونو قدم موسم كبير جدا، ولكن المباراة ديال البارح ضد نادي النصر رونالدو شيء آخر، لأن النصر من النوادي القليلة جدا اللي يلعبوا لك مع الهلال ند بالند، بحكم أنهم عندهم في الخط الأمامي رونالدو ساديو ماني مارسيلو بروزوفيتش واوتافيو وزيد على ذلك. المهم مباراة للمغربي حرفيا دار فيها كل شيء اللهم بارك، واللي خلى فيها كريستيانو في اكثر من مره كيدور في عينيه، وهذا الكلام راه ماشي تعبير مجازي بل واقع كما كيبان لكم بالواضح. بعد ما انا في الاول ثلاثه ديال اللاعبين انفردوا لك بياسين، ثم كتوصل الكره عند رونالدو اللي كان فاس فاس مع المغربي، واي واحد انا غادي يقول صافي 100% غادي ماركي البيت، ولكن الدولي المغربي ببراد رائع جدا كيجبد باعجوبه. واخر مره كنا هضرنا على بونو وقلت لكم بانه من افضل ثلاث حراس في العالم من ناحيه رده الفعل كتكون في الجزء من الثانيه، وها هو كياكدها مره اخرى في هذه اللقطه بعد ما اوتافيو كيسدد الكره، واللي هي نفس اللحظه اللي ياسين مشى بها مع مسار الكره كما كيبان لكم بالواضح، الا انا في اخر لحظه كتغير المسار ديالها بعد ما صادمت برجل المدافع، ولكن اللهم بارك بونو ذهنيا كان حاضر وبرده فعل سريعه جدا، عدى الجسم ديالو بالاتجاه المعاكس اللي كان غادي فيه في الاول، وهذا بين قوسين ماشي سهل باش ترجع دغيا التوازن ديالك وتعطيك بحال هذه الكره، لانه كاينين حراس بزاف وفي نوادي كبيره في بحال هذه اللقطات كيبقاو بلوكين في بلاصتهم فقط. ايضا من اللقطات الذكيه اللي عجبتني في ياسين وهي الطريقه كيفاش تعامل بها مع الانفراد ديال السنغالي ساديو ماني، بعد ما راه سبق عليه الكره كما كيبان المغربي هنا حط الجسم ديالو وعمر عليه بذكاء باش يفقد التوازن بدون ما يرتكب عليه اي خطا. دابا تكلمنا غير على البارات والانفرادات اللي كانوا على ياسين، دابا اجيو نشوفوا التايمينغ ديال الخروج ديالو واللي في كل مره كان كيغطي فيها على كوارث تمركز واخطاء دفاع الهلال. فمثلا هنا عندنا الحارس اوسبيني اللي لعب لك الكره طويله جدا في الامام، وبطريقه او باخرى قدر مهاجم نصري يتغلب لك على مدافعين اللي بجوجهم كما كيبان مشاو مدفقين على الخاوي، ولكن بونو كان معتاد كيخرج في التوقيت الصحيح وكيديكاجي الكره امام مهاجم النصر، ولولا التايمينغ الصحيح ديال خروج ياسين كان غادي يكونوا النصر جابوا هدف ثاني. نفس البلان عاوتاني، هنا ياسين كيزرب لك على رونالدو كيقطع الباس اللي كان بروفوندور عند البرتغالي، يعني القراءه ديالو كانت جيده وجبدها او شد الكره على الخط، وحتى رونالدو هنا بعد معنا بغى يغمق لك على الحكم ويوهموا على ان ياسين شد الكره خارج منطقه الجزاء. المهم اللقطه الوحيده اللي ما فهمتهاش ديال ياسين هي هذه اللي كتشاهدوها حاليا، بعد ما الكره تلعبها طويله جدا من مدافع الخصم مباشره عند المغربي ياسين، هنا كان بامكانه طبعا يعني شد بيدي عادي جدا، ولكن فضل يلعب برجلي وبذلك كيصعب عليه الماموريه، ثم من بعد كيديكاجا براس اللي كتوصل عند اللاعب النصر بروزوفيتش، لهذا الاخير تسرع في تسديد وما حكمهاش ومشات بهذا الشكل عند ياسين، وليك لاكي الثاني ما راه كان بامكانه يشدها بيديه، الا انه فضل عاوتاني ديكاجا برجلي، وفي رايي الشخصي والله اعلم وهذا كيبقى غير تقديري فقط، وهو ياسين في الحاله الاولى فاش كان خارج من منطقه الجزاء ومركز مع الكره في السماء، ورغم انه دار خطوات للخلف الا انه ما كانش متاكد 100% واش هو الان داخل منطقه الجزاء او لا، لهذا من مبدا الامان جابها من الاخر ولعبها بالرجل. نفس البلان كذلك طرا معاه في اللقطه الثانيه، فإلى لاحظتوا هو راجع للخلف كان تركيزه فقط مع الكره اللي كانت في السماء، وما كانش عنده الوقت فين يشوف فين متمركز واش واقف في منطقه الجزاء او خارجها. المهم هادشي كامل اللي شاهدناه وكانت النتيجه 1-0 منذ الدقيقه الاولى، تحديدا في 25 ثانيه فاش ماركات النصر، ومن ثم ياسين وكيعتقلك في الهلال حتى جابوا هدف التعادل اللي كان في الدقيقه العاشره بعد 90 من الزمن وقت بدل ضائع من المباراه، يعني لولا ياسين لكانت الهلال البارح تكبدات اول خساره في دوري روشن. وبالنسبه للهدف اللي كانت ماركا عليه راه ما كيتحملش فيه المسؤوليه نهائيا، فكما كيبان لكم البرتغالي رونالدو فاش لعب لك الباس مع اوتافيو حتى واحد ما فكر يضغط عليه نهائيا، ديما وكما كنقول الدفاع الهلال في الباي باي، وطبعا اوتافيو كيستلم الكره باريحيه وكيبلاصيها وكيتهيئ وكيكادر على خاطره، وهذا المدافع تحديدا كيتفرج فيه لانه هو اللي كان خاصو يخرج ويضغط عليه، اما الا خرج عنده هذا المدافع قدر اوتافيو يلعب الباس مع هذا المهاجم. المهم البرتغالي كما كيبان الشبكه كانت قدامه خاويه وكيحطها في الزاويه 90 معشيش فيها ابليس اللاعب، واللي كما قلنا ما كيتحملش فيها المغربي ياسين المسؤوليه نهائيا البتة. بخلاصه وقولا واحدا، البارح ياسين هو اللي رفض خساره الهلال، بل منع خساره اللي كانت غادي تكون بنتيجه تاريخيه، لانه على الاقل النصر كانت غادي تربح باربع او خمس اهداف، وحتى المدرب جيسوس من بعد هذه المباراه طلع بتصريح وقال ياسين بونو حارس عظيم اللي مثل هذه المباراه يتم اختياره وتم التعاقد معه، بالنسبه لي غير مستغرب من تصديات بونو ياسين، وطبعا اكيد اي واحد شاهد ياسين مع الانديه اللي كيلعب معها في اوروبا وحتى مع المنتخب المغربي في كاس العالم بقطر ما غاديش يستغرب من تصديات ديالو في مباراه النصر، والمشكله دابا هو من بعد هذه الهايلاله كامله والدراما اللي عاودت لكم في الاخير عطينو تقييم 0.7 كما كيبان لكم بالواضح، واللي كيبان لي واقيلا هادو مره راه كيتلفوا لهم من وامر. المهم علينا ندوزو دابا لباقي الاخبار، بدايه من ايوب الكعبي اللي هذا الموسم كما عارفين معنا دي اولمبياكوس كيقدم مستويات كبيره جدا، وتقريبا كاع الاهداف اللي كان ماركا كنا هضرنا عليه في هذه القناه. ما علينا، وكما كان متوقع بعد هذا الانفجار ديال الدولي المغربي العروض بدات تنهال عليه بدايه من اولمبياكوس نيت، لان المدرب خوسي لويس ميندي اللي بار طلب من اداره النادي اليوناني باش يحافظوا ويجددوا العقد مع الكعبي ايوب، علما ان العقد ديالو
غادي يسالي في الصيف المقبل. ولكن هذا الامر غادي يكون صعب جدا بحكم غادي يلقاو منافسه كبيره بزاف من انديه اوروبيه وكذلك من السعوديه. فعندك مثلا نادي غالاتاسراي اللي حتى هما باغيين يتعاقدوا لك مع الكعبي في الانتقال الصيفي القادم. وفحال والو نشوفوا مع حكيم زياش كلشي كيبقى ممكن. علما ان ايوب راه فايت لعب في الدوري التركي مع نادي هاتاي سبورت. ايضا كاينه اهتمامات من بعض الانديه السعوديه من ابرزها نادي الشباب السعودي. بل اكثر من هذا نادي الشباب اللي كيلعب فيه المغربي الاخر غانم سايس عنده موافقه مبدئيه فقط من وكيل ايوب اللي عرضوا عليه راتب سنوي ضخم جدا. وطبعا لحد الان راه مازال ما كاينش شي حاجه جديه. ومن هنا كنقولها لكم حسب توقعي الشخصي بان الكعبي الوجهه القادمه ديالو غادي تكون في الدوري السعودي. ندوزو دابا لادم ازنو اللي بعد ما وقع على اول عقد احترافي ليه مع النادي البافاري. وكنا سابقا كما عارفين تكلمنا على التفاصيل بالتفصيل. المهم مباشره من بعد شفنا الدرب مع الفريق الاول واليوم كان في الاحتياط في الماتش اللي كان ضد نادي اوفنهايم. وحتى الدولي المغربي الاخر ناصر مزراوي كان في الاحتياط. والسبب اكيد كما عارفين هو كان تعرض لاصابه مؤخرا واللي كانت طفيفه جدا. ودائما مع الدوري الالماني وهذا المره مع امين عدلي اللي اليوم بدا كاساسي مع نادي باير ليفركوزن كونتر اوغسبورغ. وكالعاده المغربي قدم اداء جيد جدا وكان عطى اسيست للهدف الاول. وكلشي على البريسينغ اللي طبقوا على الحارس توماش كوبيك اللي خطف ليه الكره. وكان بامكانه نيمار كي ولكن فضل يلعب على المضمون بحيث باسا للنيجيري فيكتور بونيفاس اللي كيماركي الكلبيش. واليوم رسميا باير ليفركوزن كيكتب التاريخ وكيتوج بلقب الدوري الالماني بدون اي خساره. المهم الناس اللي ما عارفينش راه اليوم كان ختام البوندسليغا. ومبروك طبعا لامين عدلي هذا التتويج التاريخي مع ليفركوزن واللي في هذا الماتش الاخير لعب 63 دقيقه وتحصل على تقييم 7.7. والى هنا غادي نقول لكم صافي وصلنا للختام. وخير الكلام ما قال ودل. وكالعاده كان معكم اسلام في امان الله ومع السلامة. يعني للأمانة مباراة ذات صبغة أوروبية، نتكلم عن مباراة كبيرة يعني رتم عالي رتم سريع. تتكلم اليوم أوكي بونو صد سوت تصديات قوية وهذه يعني الهلال ما جاب بونو إلا على أساس أن يخرج كرة الجون. فهذا اللي فرق الهلال عن باقي الأندية. اليوم لما أتكلم عن النصر أضاع فرص كثيرة، يعني هذه كلها ضغوط نفسية. يعني نتكلم عن كريستيانو مستحيل لو تعيدها لها ألف مرة مستحيل ضيعها. يعني اليوم لما خروج أوتافيو أنا بالنسبة لي أثر كثير على النصر. الهلال ثقافة الفوز والانتصارات هذه اللي زرعت في الهلال 32 مباراة الفريق ما يخسر، هذه ترى ثقافة يعني قوية وعند اللاعبين ثقة أنهم ما يخسرون. يعني وهذه في كرة القدم، اللي يعرف كرة القدم يعرف أن الثقافة هذه إذا غرست في اللاعبين تولد عندهم إيجابية كبيرة في المباراة. الهلال بأسوأ حالاته لا يخسر. مبروك للهلال هذا الفريق الرائع اللي صراحة الهلاليين يجب أن يفخروا بهذا الفريق. شفنا غياب كوليبالي اليوم، حسان تبكتي موجود. يعني عمق الهلال الدفاعي أبو بدر هو إشكالية كبيرة. سالم الدوسري مهما كان هو لاعب فئة أي أجنبي والله سعودي، يعني لاعب كبير، غيابه مؤثر للهلال في كل مرحلة.